مشان جاء اشتغل القصف عنا هون كثير يعني وقعدوا القصف وهون ان لك هدوا يعني صالحوا كذا عملوا شغله ما ردوا علينا نطلعنا نحن على عين ترمى لان اهدى طلعنا طلع المنطقه الاهلى مشان الاولاد ومشان طلعنا على اهدى لما درينا انه هون هيك صار اجينا دغري لهون رجعنا لهون الشهر نحن قاعدين بالابو ما طلعنا ابدا اي وقت ندرينا هلا امبارح انه في الحمد لله هدنا وكل شيء نطلعنا هلا شي الساعه 9 طلعنا لهون واجينا وشفنا الضوء. مدينة صقبة لم يحصل فيها أي اشتباك لأن المسلحين قسم منهم سلم نفسه وقسم منهم هرب إلى المنطقة المجاورة ونحن نتابعهم ونلاحقهم ومن يريد أن يسلم نفسه في المناطق المجاورة التي سنتقدم إليها في الأيام القادمة فأهلا وسهلا به.